عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة الخاصة بمادة اللغة العربية في مكون الدرس اللغوي والخاص بالمستوى الثاني ثانوي إعدادي. موضوع درسنا اليوم هو النعت. تنتمي الظاهرة اللغوية التي سنتناولها بالدرس والتحليل اليوم إلى جنس من الألفاظ تسمى التوابع، وهذه التوابع أربعة أنواع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. لها سمات مشتركة، أهمها أنها تتقيد بالحركة الإعرابية للإسم المتبوع، بالإضافة إلى سمات أخرى سنتناولها من خلال التأشير عليها في الظاهرة اللغوية التي أمامنا وهي النعت. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الأمثلة التالية: نجح التلميذ المجد، زرت حديقة مخضرة، يفتخر الوطن بالمواطنين الملتزمين بالقانون. نجح التلميذ المجد، زرت حديقة مخضرة، يفتخر الوطن بالمواطنين الملتزمين بالقانون. ستلاحظون أن هذه الجمل تتضمن مجموعة من الأسماء التي تطلع بوظيفة الوصف. إذن حددوا معي الأسماء الواصفة والأسماء الموصوفة. سيتبين لكم أن الأسماء الواصفة هي المجد، مخضرة، الملتزمين، وأن الأسماء الموصوفة هي التلميذ، حديقة، المواطنين. وبمقارنة بسيطة بين الوصف والموصوف في كل جملة ستلاحظ أنهما يشتركان في أشياء عديدة اكتسبها الوصف وهو النعت من الموصوف الذي يسمى المنعوت. سيتبين لكم أن الأسماء الواصفة هي المجد، مخضرة، الملتزمين، وأن الأسماء الموصوفة هي التلميذ، حديقة، المواطنين. وبمقارنة بسيطة بين الوصف والموصوف في كل جملة ستلاحظ أنهما يشتركان في أشياء عديدة اكتسبها الوصف وهو النعت من الموصوف الذي يسمى المنعوت. فالمنعوت التلميذ جاء مرفوعا، وكذلك النعت المجد جاء مرفوعا، لذلك سمي تابعا له، بالإضافة إلى أنه يتبعه في مجموعة من الأشياء الأخرى سنتعرفها لاحقا. فما هو النعت؟ النعت تابع يصف اسما قبله يسمى المنعوت، كأن نقول مثلا يحتل الإنسان في التصور الإسلامي مرتبة متميزة، فمرتبة منعوت، متميزة نعت، التصور منعوت، والإسلامي نعت. بعد أن تعرفتم على النعت أدعوكم إلى إنجاز التطبيق التالي. حددوا النعت والمنعوت في الجمل التالية. قال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا أحد ينكر تكامل التعاليم الإسلامية. هنأت المتسابقين الفائزين. سأعيد قراءة الأمثلة مرة أخرى. قال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا أحد ينكر تكامل التعاليم الإسلامية. هنأت المتسابقين الفائزين. لعلكم توصلتم إلى أن النعت في الجملة الأولى هو العظيم، وأن المنعوت هو العرش. وفي الجملة الثانية ستجدون أن النعت هو الإسلامية والمنعوت هو التعاليم. أما في الجملة الثالثة فالنعت هو الفائزين والمنعوت هو المتسابقين. بعدما تعرفنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، على النعت، ننتقل الآن إلى المحور الثاني من الدرس لنتعرف أنواعه. لاحظوا معي الأمثلة التالية: المجموعة ألف، جاء الرجل المحسن، اشتريت كتابين جديدين. المجموعة باء،
عرفت صديقا طيبة أخلاقه، مررت ببنايات جميلة هندستها. سأعيد قراءة الأمثلة. المجموعة ألف: جاء الرجل المحسن، اشتريت كتابين جديدين. المجموعة باء: عرفت صديقا طيبة أخلاقه، مررت ببنايات جميلة هندستها. حددوا معي النعت والمنعوت في أمثلة المجموعة ألف، ثم حاولوا أن تتبينوا الأشياء التي يتبع فيها النعت منعوته. ستتوصلون إلى أن النعت في الجملة الأولى هو المحسن، وأن منعوته هو الرجل، وأن النعت في الجملة الثانية هو جديدين، ومنعوته هو كتابين. وسيتبين لكم أن النعت في كل جملة جاء ليصف اسما قبله، وأنه تبعه في الحركة الإعرابية، فالرجل أي المنعوت اسم مرفوع، كذلك النعت المحسن جاء اسما مرفوعا وتبعه أيضا في التعريف والتنكير، الرجل اسم معرفة والمحسن أيضا اسم معرفة، وكذلك تبعه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فالرجل مفرد مذكر والمحسن أيضا مفرد مذكر. وفي الجملة الثانية سنجد أن النعت جديدين تبع منعوته كتابين في التنكير والتثنية والتذكير والنصب، لذلك سمي نعتا حقيقيا. فالنعت الحقيقي يصف اسما قبله أي المنعوت، ويتبعه في الجنس والعدد والإعراب والتنكير والتعريف، كأن نقول مثلا قرأت قصة شيقة، فقصة مفرد مؤنث منصوب نكرة، وشيقة أيضا مفرد مؤنث منصوب نكرة. هذا كتاب مفيد، هذان قسمان واسعان، البنايات الشاهقة، في القسم تلاميذ مجدون وتلميذات مجدات. أما إذا انتقلنا أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى أمثلة المجموعة باء، فستجد أن النعت في الجملة الأولى هو طيبة، وأنه لم يصف الاسم الذي قبله صديقا أي المنعوت، وإنما وصف الاسم الذي بعده أخلاق، وهو متعلق بالمنعوت. ونفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، فالنعت جميلة لم يصف الاسم الذي قبله بنايات، ولكن وصف ما بعده هندسة، وهو متعلق بالمنعوت. وإذا قارنا في كل جملة النعت بمنعوته، ستجدون أنه يتبع الاسم الذي قبله في الحركة الإعرابية والتعريف والتنكير، صديقا اسم نكرة منصوب، كذلك النعت طيبة اسم نكرة منصوب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتبع الاسم الذي بعده في الجنس أي التذكير والتأنيث، أخلاق مؤنث، طيبة مؤنث، وأنه يأتي دائما مفردا حتى وإن كان المنعوت جمعا، كأن نقول هؤلاء فتية حسنة أخلاقهم، فالمنعوت جاء جمعا لكن النعت جاء مفردا، وما بعد النعت يأتي دائما مرفوعا. إذن هذا النوع من النعت الذي يصف الاسم الذي بعده أي المتعلق بالمنعوت يسمى نعتا سببيا. فما هو النعت الحقيقي وما هو النعت السببي؟ نستنتج أن النعت نوعان، نعت حقيقي هو الذي يصف اسما
قبله ويتبعه في الإعرابي والجنسي والعددي والتعريفي والتنكيري، كأن نقول مثلا فاس مدينة عريقة، فالمنعوت في الجملة مدينة، وقد جاء مفردا مؤنثا نكرة مرفوعا. كذلك النعت عريقة، جاء مفردا مؤنثا نكرة مرفوعا. نعت سببي هو الذي يصف الاسم الذي بعده أي المتعلق بالمنعوت، ويتبع منعوته أي الاسم الذي قبله في التنكير والتعريف والإعراب، ويتبع ما بعده أي المتعلق بالمنعوت في تذكيره وتأنيثه، ويأتي دائما مفردا، كأن نقول مثلا قرأت قصة مشوقة أحداثها، فالنعت مشوقة تبع منعوته قصة في تنكيره ونصبه، وتبع الاسم الذي بعده أحداثها في تأنيثه، وقد جاء مفردا وما بعده مرفوعا. بعدما تعرفتم أنواع النعت، حان الوقت لإنجاز التطبيق التالي. استخرج النعت من الأمثلة التالية وبين نوعه. قرأت كتابا مفيدا، جريت في ميدان فسيح، نصيد في بحيرة كثير سمكها، أوقدت مريم مصباحا قويا نوره، نزل من السماء مطر غزير. أعيد، قرأت كتابا مفيدا، جريت في ميدان فسيح، نصيد في بحيرة كثير سمكها، أوقدت مريم مصباحا قويا نوره، نزل من السماء مطر غزير. لنصحح معا هذا التمرين. بالنسبة للجملة الأولى، سنجد أن النعت هو مفيدا والمنعوت هو كتابا، وهو نعت حقيقي لأنه وصف اسما قبله. وفي الجملة الثانية، النعت هو فسيح والمنعوت هو ميدان، وهو أيضا نعت حقيقي وصف اسما قبله. إذا انتقلنا إلى الجملة الثالثة، فسنجد أن النعت هو كثير والمنعوت هو بحيرة، وهو نعت سببي لأنه وصف اسما بعده أي المتعلق بالمنعوت. وفي الجملة الرابعة، النعت هو قويا والمنعوت هو مصباحا، وهو نعت سببي. أما في الجملة الأخيرة، فالنعت هو غزير والمنعوت هو مطر، وهو نعت حقيقي. والآن أظن أنكم أصبحتم قادرين على التمييز بين أنواع النعت. وصلنا اللحظة أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، إلى الجزء الأخير من الدرس المتعلق بالنعت الجملة. تأملوا معي الأمثلة التالية. رأيت فتاة أخلاقها طيبة، أعمل في شركة ماضيها عريق، لكل بلد دستور يضم مجموعة من القوانين، عرفت مدرسا يخلص في عمله، رأيت طائرا بين الأغصان أو على الشجرة. حاولوا إذن أن تحددوا نعوت الكلمات المكتوبة بلون مغاير. ستجدون أن النعت في الجملة الأولى جاء جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، أخلاقها طيبة، فأخلاق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف
والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وطيبة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذه الجملة الإسمية جاءت في محل نصب نعت لأنها وصفت الاسم الذي قبلها فتاة. ونفس الشيء في الجملة الثانية، سنجد أن النعت أيضا جاء جملة اسمية ماضيها عريق، وهي أيضا تتكون من مبتدأ وخبر. أما في الجملة الثالثة فقد جاء النعت جملة كذلك، لكنه هنا جاء جملة فعلية يضم مجموعة من القوانين. وإذا تدبرت الجملة الرابعة ستجد أيضا أن النعت جاء جملة فعلية يخلص في عمله، فعلها مضارع، في حين جاء النعت في الجملة الأخيرة شبه جملة ظرفا ومضافا إليه بين الأغصان، وقد يأتي جارا ومجرورا على الشجرة. ولا بد للجملة النعتية أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت، قد يكون ضميرا ظاهرا كما في الجملتين الأولى والثانية وهو الهاء، وقد يكون ضميرا مستترا كما في الجملة الثالثة هو ضمير مستتر. وإذا لاحظنا المنعوت في كل جملة سنجد أنه جاء نكرة، أي أن الجملة النعتية تصف دائما اسما نكرة. نستنتج إذن أن النعت كما يأتي مفردا يأتي جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، ويشترط في الجملة النعتية أن تكون واصفة لاسم نكرة، وأن تشتمل على ضمير يعود على المنعوت يسمى الرابط، كقولنا ذاك رجل يحب فعل الخير، يحب فعل الخير. فرجل في هذه الجملة جاء منعوتا ونكرة، وجملة يحب فعل الخير هي جملة فعلية في محل رفع نعت. وهذه الجملة الفعلية يمكن تأويلها بمفرد، ويمكن أن نقول ذاك رجل محب لفعل الخير. ننتقل الآن إلى إنجاز تطبيق بسيط مرتبط بهذا الجزء من القاعدة. ميز نوع الجملة النعتية فيما يلي: استمعت إلى مدرس شرحه رائع، عجبت لأمر قاتل يتعاطف معه الناس، قرأت صفحة من كتاب، سمعت شدوا لحنه حزين، سلمت المدرس واجبا أنجزته بسرعة. أعيد القراءة: استمعت إلى مدرس شرحه رائع، عجبت لأمر قاتل يتعاطف معه الناس، قرأت صفحة من كتاب، سمعت شدوا لحنه حزين، سلمت المدرس واجبا أنجزته بسرعة. أظن أنكم توصلتم إلى أن النعت في الجملة الأولى هو شرحه رائع، وقد جاء جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. وفي الجملة الثانية النعت هو يتعاطف معه الناس، وقد جاء جملة فعلية فعلها مضارع. وفي الجملة الثالثة سنجد أن النعت هو من كتاب، وقد جاء شبه جملة من الجار والمجرور. أما في الجملة الرابعة فالنعت هو لحنه حزين، وقد جاء جملة اسمية من مبتدأ وخبر. وفي الجملة الأخيرة سنجد أن النعت هو أنجزته، وقد جاء جملة فعلية فعلها ماض. والآن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نبقى مع هذا النموذج الإعرابي. فحص الطبيب مريضا مسنا يشكو الألم. فحص فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مريضا
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مسنا نعت تابع لمنعوته في نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يشكو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو المانع من ظهورها الاستثقال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الألم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية في محل نصب نعت. نستنتج من كل ما سبق أن النعت تابع يصف اسما قبله يسمى المنعوت، وأنه نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي هو الذي يصف اسما قبله ويتبعه في التنكير والتعريف والإفراد والجنس والعدد. أما النعت السببي فهو الذي يصف اسما بعده متعلقا بالمنعوت، ويتبع المنعوت في الإعراب والتنكير والتعريف، ويتبع الاسم الذي بعده في التأنيث والتذكير، ويأتي دائما مفردا. ومثلما يأتي النعت مفردا يأتي أيضا جملة قد تكون فعلية أو اسمية، ويأتي كذلك شبه جملة. ولا بد للجملة النعتية من رابط يعود على المنعوت ويربطها به. نمر الآن إلى إنجاز تطبيق إجمالي مرتبط بموضوع الدرس. استخرج من الأبيات الشعرية النعت والمنعوت وبين نوعه. يقول الشاعر: إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. قل لقوم يستنزفون المآقي، هل شفيتم مع البكاء غليلا؟ كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. فيما يلي تصحيح التطبيق الإجمالي. بالنسبة للجمل التي تشتمل على النعت في هذه الأبيات الشعرية وجدنا: يظن الحياة عبئا ثقيلة، المنعوت عبئا، النعت ثقيلة، نوعه مفرد حقيقي، لا يرى في الوجود شيئا جميلا، المنعوت شيئا، النعت جميلة، أيضا جاء النعت مفردا حقيقيا. قل لقوم يستنزفون المآقي، المنعوت قوم، النعت يستنزفون، جاء جملة فعلية. أخذته الهموم أخذا وبيلا، المنعوت أخذا، النعت وبيلا، وقد جاء مفردا حقيقيا. حصة اليوم انتهت أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، دمتم في رعاية